من بغداد مشاهدينا ينضم إلينا محمود الهاشمي، كاتب ومحلل سياسي. أستاذ محمود، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. بداية، يعني قبيل إجراء الانتخابات العراقية كانت تسمع أصوات كثيرة من قبل بعض الأطراف العراقية حول ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، ولكن بعد انتهاء العملية الانتخابية لم نعد نسمع تلك الأصوات. هل يمكن القول أن ذلك كان من باب المزايدات السياسية؟ لا، هي العملية السياسية غير مستقرة. يعني أن تكون أنت في مرحلة قبل الانتخابات تعلن عن برنامجك، أنه واحد من برامجك هو يجب خروج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية. أنت الآن لحد هذه اللحظة لم تشكل حكومة ولم يعقد مجلس النواب جلسة من الجلسات، فما ممكن أن يتحدث أو يتحدث عن مشروع جديد عندما يبدأ مشروع دورة التشريعية الجديدة الرابعة. نعم. ويكون النائب في مجلس النواب وكتل سياسية ممكن الحديث عن هذا الموضوع، أما حد هذه اللحظة لا الحكومة الحالية الآن هي مستقرة، ولا مجلس النواب الآن يعيش أيام الأخيرة، ولا مجلس النواب الجديد هو الآن حاضر جلسات حتى في سبيل يطبق ما كان قد ادعى قبل هذه الفترة. نعم. طيب، كثير من الأطراف العراقية يعني تقر بوجود القواعد الأمريكية في العراق، وبالمقابل هناك نفي حكومي. برأيكم أستاذ محمود، يعني ما هي حقيقة التواجد الأمريكي في العراق، يعني وما هي حدود أعماله؟ يعني تحاول القوات الأمريكية أو القوات الحلفاء يحاولون جهدهم كانهم أن يموهون على هذا الموضوع. هم عندهم مشروع لإقامة عدة قواعد عسكرية في العراق، ولكن ما يحاولون أن يستفزون الشارع العراقي ولا السلطة العراقية ولا يحرجون المسؤولين العراقيين أيضا، إنما يتحركون أفق خطة يبدو مبرمجة، وخاصة في مناطق شمال العراق عندهم رغبة بإقامة عدة قواعد، عندهم رغبة بإقامة قواعد على الحدود السورية العراقية وخاصة في مناطق. هل يأتي ذلك في إطار التصعيد الحاصل بين طهران وواشنطن وتل أبيب أستاذ محمود؟ أنت تحدثت يعني عن رغبتهم في عن تواجدهم في بالقرب من الحدود السورية، يعني هل يأتي ذلك في إطار التصعيد الحاصل بين طهران وتل أبيب وواشنطن؟ يعني هذه ربما متأخرة، لكن قبل ذلك أيضا يبدو أن كان هنالك استراتيجية أمريكا في هذا الموضوع، فهي من ليس بالوقت الحاضر، وإنما هذا التواجد سبق ذلك بكثير، وحاولوا جهد الإمكان أن تكون الفعاليات العسكرية الأمريكية في هذه المنطقة هي الأكثر، حتى أنه في منطقة التلف وبعض المناطق حرموا على القوات العراقية أن تكون قريبة من مناطق تحركهم. هذا يعني أنه كان عندهم مخطط وربما ما زال بإنشاء مثل هذه القواعد لرصد الحدود السورية العراقية وللسيطرة عليها بشكل عام، وربما كان واحد من مشاريعهم يقع في هذه الدائرة، أنه ممكن في المستقبل أن تقع معارك أو تحدث إشكالات بين سوريا وبين إسرائيل، وقطعا هنالك مد إيراني ودعم إيراني لهم، فربما نعم. يقطعوا هذا الطريق. طب استنادا يعني إلى قدرة الجيش العراقي على تحقيق الانتصار على الإرهاب في العراق، أستاذ محمود، يعني هل الجيش العراقي قادر على أن يحل محل القوات الأمريكية في حتى عمليات الرصد والاستخبارات؟ أستاذي الكريم، الجيش العراقي بلغ تعداده حوالي 1.25 مليون مقاتل. نعم. ودخل معارك صعبة ومعقدة، يعني الأمريكان لم يقدموا لنا شيء يذكر في هذا المجال إلا القليل، ربما بعض الضربات الاستراتيجية للطائرات، لكن قواتنا احنا دخلنا حرب مدن ودخلنا حرب شوارع، والجيش الامريكي ما دخل لنا بهذه المعارك، واحنا اللي طهرنا اراضينا. هذا الدعاء بالنسبة للامريكان بانه العراق غير اصبحت كفاءة وامكانية الجيش العراقي تفوق دول عديدة في هذا المجال، والان ايضا قمنا بعد خروج الارهاب من العراق بدأت دورات وتأهيليه وسواها داخل العراق، واحنا لسنا بحاجه قوات امريكيه، لكن امريكا عندها بحاجه الى ارض العراق ربما لمشاريعها. طب استاذ محمود، يعني في السؤال الاخير لك، يعني مقوله العراق خالي من الهيمنه الايرانيه او حتى الامريكيه، هذه الجمله برايكم قابله للتطبيق يعني ولو بعد تشكيل الحكومه المقبله؟ يعني هي العملية السياسية عندنا بالعراق عليها تأثيرات الحقيقة
تأثيرات أمريكية، تأثيرات إيرانية، نعم. بالآخر أنه بتأثيرات سعودية، انضافت أن دول خليجية أخرى، تركيا تتدخل في شأننا. ولكن كلما أصبحت العملية السياسية أكبر منع وقوة وفهم الشارع العراقي، هنالك رغبة لدى الشارع العراقي باستقلالية القرار العراقي، بسيادة داخل العراق، حفاظ على سيادته. وهذه مو سهولة يعني، لكنها هو يبقى طموح إن شاء الله. طموح. شكرا جزيلا لك محمود الهاشمي، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من بغداد.